لقد جعلنا ضيفتنا تحضر اللبن لنا. أعطني يا ابنتي، أعطني وتعالي اجلسي على البساط. لا تظني أني أتيت لرؤيتك، أتيت لرؤية والدتي. وأنا متأكدة من ذلك. لو أنك سمعت مني، لا تتزوجي بابن السيد، بل برجل ملعن بك. وفي هذا خير يا ابنتي، لن تندمي على ذلك أبداً. صدقيني، الخيرة فيما اختاره الله، سواء كان فيه فائدة أم كان فيه ضرر لنا. هيا تحدثنا قليلاً، فلدي طعام على الموقد. هل تحبين ذلك الدرويش؟ أحسست بذلك منذ أن رأيتك في القصر معه. ما يملكه زيادة عن شاهين أنت تحددينه، ولكن هذه الأمور لا تحسب بالزيادة والنقصان. أنت تحبينه خارج الحسابات. لو لم يكن كذلك لما رفضت ثروة شاهين ووقعت في حب درويش يتبع لقمته ويرتي عباءته. لا تظني أن قاسم هو ابن أختي جاندار أغلو الحقيقي، أو حتى أنه وريثه. أقصد أنه قريبه حقاً، لكن قرابة بعيدة. ماذا تقولين؟ إن السيد قاسم مثل أخي تماماً، إنه أخي الحقيقي. سنذهب إلى الصيرفي، ومنه إلى بائع القماش. أمنا السلطانة؟ زاهدة؟ كنا ذاهبين إلى السوق، وأنت يا أمي؟ ذاهبين لزيارة أختنا في الله، السيدة جولسون، فهي مريضة منذ مدة. دعيهم يسبقونك. هناك ما سأقوله لك. خير إن شاء الله يا ابنتي. لقد ظهرت حقيقة الأمر. كنت مترددة في القول، لكن سأقول. بيجيم، عرفت من يسكن قلبها. هي قالت لك؟ لم تقل اسمها، لكني عرفته. هو السيد قاسم. لا تتعبي نفسك. أنا سأذهب يا أمي. رأيي مختلف، إنه السيد يونس. لا تحدثيها في ذلك، سنتكلم ثانية. سيدتي آيغول، اذهبي إلى الصائغ وانظري إن كانت أساوري جاهزة. علي الذهاب إلى بيجين. أنهي عملك وانتظريني في الدكان، لن أتأخر كثيراً. هيا يا حسن، لنذهب.